شد. انا غير سين سيدي، انا غنعطيك، انا غنعطيك دابا. اعطيك اخي. فين تقول لي عندك انا فين ساكنها شنو غنهضر انت ونهضر على هذا؟ فين ساكنها علاش ما عطاوناش اش بيه؟ اذا اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، تلقينا طلبات مع الساكنه ديال عين شقف بطبيعه الحال، استنجدوا بالقناه ديال شوف تي في باش توصل المعاناه ديالهم، وغادي نخليو لهم يحكيوا لنا المعاناه ديالهم فين عايشين وشنو المشكل اللي عندهم بطبيعه الحال. سيدي السلام عليكم. سيدي حكي لنا بجهد. شنو سيدي مالكم؟ شنو المشكل اللي عندكم؟ تكون عندنا انت تشوف كي دايره مده من هذه وحنا تابعين هما ودي عطيونا كيف الناس وقدونا مع الناس، علاش تعطيو شي ما تعطيوه شي؟ نعم. وشوف السكنه ديالنا كي راها دايره. نعم. وشوف لهاد العشوش وشوف لهاد الشيء، لا اله الا الله محمد رسول الله. وعيينا هذا راه خطب حضاري كيقولوا لنا يا الله نتقدوا حنا وياكم، ها انت شوف مشينا وكيدحيونا. نعم. سير من بعاد وسير كذا وسير كذا، ما كان حتى شيء. نعم. والو. نعم. ما كان والو. شحال انتم على هذه الحاله سيدي؟ 16 عام. 15 عام هذا. 15 عام وحنا كنشكيو. وحنا هك. ثم هك على هذه الحال. على هذه الحال كنشكيو. نعم. قلت لك السيد لا عنده بيت واحد، ولادو راه كبروا ولاو رجال. ايوا هي. وساكنين معاه في بيت واحد. ايوا. نعم. والعمره اللي كانت حاجتها بالخدمه راه كانت خدامه وعطات البقع لمن بغات وعطات خلصت الزيت لمن بغات. ملي ما بغاتش بقاش عندها الخدمه هي هنا رماتنا حنا الاخرين. نعم. عينا شكيف جوج الرؤساء، الرئيس الاول والرئيس الثاني. شنو دار معكم المجلس الاول؟ والو، كيما قالوا لنا اليوم كيقولوا لنا غدا غنديروا الحوار غنفعلوا غنشكيو غنديروا هذه غنديروا هذيك، اللجنه هذيك هذيك ما داروا والو، حتى حاجه ما داروها. وعباد الله في العشايش ما يبنيوش وما يصلحوش وما تعوضهمش العمران، وغنخرجوا نديروا العشايش دميكا، وستاد الاولاد وسبعه الاولاد عند الانسان، نهار يخدم ونهار ما يخدمش، قال لك ما يعطيوش التعويض لما رميو هاد الولاد. نعم. كاين اللي بنا، كاين اللي بنا، كاين اللي بنا. ها انت قلت لك دور لهذا الشيء وتصور داك الشيء لزاز كبير. ها هما صوروا اللي جينا عندك، عندنا الحق نصوروا داك الشيء اللي جينا عندك. ايوا صافي الله يرحم الوالدين. اللي جينا عندك حنا كنا، اللي جيت عليا عنده انا قلت لك. نعم. دار ديالك ياك انت بغيتينا نجيو عندك. اي الله يجازيك بخير. وماشي غير انا، راه الحي كله. نعم. الولاد معرف. نعم. كيشكيو وكيبكيو 15 عام وما داروا والو. نعم. هما جالسين. نعم. في الحذاب، سير واجي سير واجي تجي للجناح تنديروا، دابا كملوها وجملوها، قال لك ما نعطيوكمش البقاع وما نعطيوكمش التعويض ونريبوا لكم، ومنين ريبوا لنا فين نمشيو؟ نمشيو. نعم. نديروا ميكا. نعم. شحال انتم ساكنين هنايا في هذا الحي؟ هذه راه ولاد البلاد، هذه راه انا في عمري 70 عام راني لقيت هذه البلاد هكا. في هذا ولاد معرف. نعم. نعم. يلا. واخا كيفاش دايره الحاله ديال الدار على الداخل؟ دايره الحاله ديال الدار شنو لا روتا لها؟ كوري. واخا نشوفوها؟ واش غتشوف؟ راك ما عندك ما تشوف، ها انت كتشوف من الباب العبار الدار. نعم. نعم. زيد دخل نجيب قرعت لك. خلي نشوفوا غير هكا. ها انت شوف لنا الفوق، ها هي الفوق. نعم. زيد لو بغيتها انت طلع الفوق تشوف. نعم. زيد لو شوفها كي دايره. صور صور من جيت قبالنا. شوف اولدي الله يجازيك بخير، ها انت شوف العشش. ها وانت غتولي دابا من ديك الجهه من عاوتاني على يدك الشمال وشوف العشش كي دايره. واخا نزيدوا ولا لا نزيدوا نشوفوا. اذا المتابعين ومشاهدينا الكرام هنا في البث المباشر معكم دائما العشرات من الساكنه هنا كيطالبوا بطبيعه الحال بتسهيل الاحوال ديالهم والاوضاع ديالهم وتمكينهم الحق على انهم يشتغلوا هنا بطبيعه الحال. كما كنقربوا لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر، قلت عشرات ديال الاسر هنا في عين شقف بطبيعه الحال اللي استنجدوا من القناه ديال شوف تي في، بغاو الصوت ديالهم يوصل فانتقلنا لهم عندهم باش نوصلوا الصوت ديالهم بطبيعه الحال. فين يا سيدي المنزل اخر؟ قول لي هذا هنا وهذا هنا. شوف كي دايره انت، ها انت ولدي ها هو، شوف واحد كي دايره ها العشش ها. ديال من هذا المنزل هذا؟ هذا مولاه ما كاينش. نعم. واخا راه خدام ما كاينش. نعم. انت تشوف هاي فين هي الدار ديالو. هذا الدار ديالو، الحنوشه يعيشوا هنا. الحنوشه كاينين هاجيك اسيدي. هذا راه قطب حضاري، هذا كيتسمى قطب حضاري. كلش كيخرجوا لكم الحناش هنا، كيخرجوا لكم كيخرجوا الحناش العقارب هنا. شحال من واحد هنا عاد انا لقيت الحنش عندي في السطح. في السطح عايشين مع الحنوشه والعقارب، هذا راه قطب حضاري، غطاونا من هنا وغطاو من هنا وخلاونا حنا في الوسط. نعم. النحل 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 حديث ولا حرج، انا عضات لي وحده. النحل راه كيحسن تاخذي حقك. عضات لي وحده، هذه شهاده وحده عضاتني مدي وحده مراسي. هاد الناس هادو جاو دارونا في الوسط، دوروا بينا البني وطلعوا بقاو كيطلعوا علينا وجاو يتحاوروا معنا كيهددونا، كيقول لك انتم غندريبو ونعطيوكم في بلاصتكم. كاين اللي عنده 60 متر والطريق فيها 2 متر، وكاين اللي عاطيناه موبل 2 شوكات وعطينا الشريع ديال 20 متر، وعندنا وثيقه معاهم بالله هذا قطب حضاري فيه المسح، ما فيهش اعاده الهكاله.
واخا انتم شنو كطالبوا؟ كطالبوا باختصار، شنو كطالبوا؟ كطالبوا باختصار يعوضونا كما عوضوا الناس على الاتفاقيه الاولى. شحال عطاو في الناس؟ عطا كاين اللي عطاوه 6، كاين اللي عطاوه 4، كاين واحد عطاوه 11. دار وحده عطاوه 11 بقوا على ولادو كاملين. علاش؟ ما مجوجين ما والو، ان هذاك هو اللي مشى فتح لهم الباب. بالله سلم راسه العمران عطاته هو باش تزطم عليا انا. هذوك العشرة اللي عطاتهم فداتها فينا حنا. هادشي اللي كنقول انا كيقولوا هذا كيقولوا هذا بحال بحال. واخا كتقول انت سيدي نفس الاقوال ديالك، شنو الاقوال ديالك ممكن تضيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا فايت اللي هضرت وغادي نوضح هادشي. نعم. ما تطلقش على لا راه كيسير لايف غير سير سيدي، حنا من اللايف عندنا. انا غادي نزيد نوضح هادشي بوضوح. نعم. يعني باش نوضحوا شي حوايج. نعم. باش نوضحوا شي حوايج اللي خص الانسان يعرفها. حنا راه حنا عارفين الحق ديالنا غادي نوضحوه. نعم. كنزكي الهضره اللي قال هذا الصديق ديالي. وانا كنزكي هذا الهضره قال الصديق ديالي. كنشكركم جزيل الشكر على هذه المقابله باش هذا واجب. حنا قناه ديال الشعب المغربي، المعاناه ديالكم فين ما عيطوا لنا المغرب الشعب المغربي غنمشيو عندهم. نعم. للراي العام والمسؤولين. نعم. حقكم. انا سيدي 2007. شوي قصه طويله باش نجي لك شي. نعم. نعم. انا 2007 صاحب الجلاله نصره الله وايده جاد الشن جماعه عين الشقا تولي قطب حضاري، وخرجت الميزانيه ديال داك الشيء، وجمعوا ديك الساعه المسؤولين اللي كانوا في 2007 منهم النواب، منهم رئيس الجماعه، منهم رئيس الجماعه الحضاريه، منهم المسؤولين الامنيين اللي مختصين في هذا الدوسي، خرجوا بواحد الاتفاقيه اللي مثلا اللي عنده الدار صحيحه مثلا وما جاش في الطريق، ما جاش زعما جاش جاب قاد ما مشي في الشارع، كيخرجوا الورق ديالو وكيدخل الواد الحار والماء فابور، واللي جا في بلاصه ديال التحييد كيتحيد. هذه المنطقه هنا كلها خصها المسح، هادو كلهم خصهم يتحيدوا. نعم. شنو داروا هما؟ لو كان يا ريت لو كان خدموا داك الشيء مشاو يعني شي نزيه يعني خدموا داك الشيء مقاد، راه حنا كلنا استفدنا وما نديروش هذا الصداع، ما نضيعوش وقتنا حنا نبقاو ندورو هنا بلا نهضروا على الاخوان الخاوي. وكون راه شاط لهم الخير، كون راه عين الشقا كلها فيها الديور جداد وكلها دخلها الماء والضو، ولو كان راه المدينه نقيه ويشيط الخير. نعم اسيدي 2008 بداو كيخدموا، بداو الخروقات. المهم هذا دوز عليه الطريق منا هاد الشريعه، وجهوا منا هذا جردار الدابلان، يعني هاد الشيء اللي كنقول انا مسؤول عليه، انني عارف، انا راني قاري وعارف وعارف القانون. حنا جينا نقلوا فقط الخبر، وانتم اللي كتحملوا المسؤوليه ديال الشيء اللي كتقولوا بطبيعه الحال. لا 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 تحمل المسؤوليه حتى شي. حنا سيدي من 2008 كنتسناو اليوم، حنا تقريبا هنا 200 دار راهم مزلعين، خاصك تصورهم كاملين. انا مش صاحبك صورهم، خاصك تصور هاد الشيء. من 2008 2009 2010 بدينا كنشكيو، دوك هاد المسؤولين شكينا عندهم مشا عطاونا وعود ومشاو. شكينا عند قال لك واخا غادي نحيدوكم، كيجيو يعبروا من كنزيروا في الشكايه كيجيو يعبروا لنا ويمشيو، كيديروا داك الشيء غير البروتوكول. حنا عايقين بداك الشيء، حنا كنقولوا ربما حنا بغينا الصداع، لان حنا كنبغيو هاد البلاد ديالنا وباغيين بلادنا تزيد مزيانه، وكنبغيو المغرب ديالنا. يعني حنا كنعاونوا صاحب الجلاله، ماشي غنجيو ضده، هو شنا واحد المشروع خصو يمشي مقال. نعم. المشروع خدا واحد المجرى اخر، ما مشاش في الاتجاه، مره يبدلوا البلان، مره يقول بدلنا هذا البلان. المهم القضيه هنا خصها تحقيق. حنا سيدي تخيل لمن كتحمل المسؤوليه في نظرك؟ بلاتي 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 داك الشيء غير بشويه، قلت الاخر راه طويل، انا خصني نهضر داك الشيء اللي كاين، انا كنهضر في الواقع، كنقول داك الشيء واقع. نعم. وكنقولها هنا، انا كنقول داك الشيء اللي واقع ومن حقي، وما كنخاف الا من الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل خذ راحتك. وحده اللي كاينه في الدنيا، وحنا في واحد البلد ديال القانون الحمد لله. غير خلينا حنا في واحد البلد ديال القانون وديال الحقوق الحمد لله ربي وشكر، ما نخافوش من هذه المساله هذه. تخيل بقاو كيراوغونا يراوغونا يراوغونا، كنديروا المهم حنا درنا الممثلين ديالنا، حنا غاديين نظاميين. نعم. ما بغيناش نديروا مظاهره. نعم. كنديروا الممثلين ديالنا، كنجمعوا واحد 20 ولا 30 ولا 40، لان الناس بالظروف ديال الناس هنا خدامين، الناس ما في حالهمش، كاين اللي ما عارفش مسكين، كاين الله يحسن الاول. نعم. كنجمعوا دوك الناس اللي عندهم درايه بهذا الملف، وكنمشيو وكندير واحد 5 منا كيدخلوا كيهضروا مع القائد كيستقبلنا، كنهضروا مع الباشا كيستقبلنا، كنهضروا مع الرئيس كيستقبلنا، كنهضروا مع المدير العمران كيستقبلنا، كاتبنا بشحال من جهات وكيردوا لنا، ولكن الحل ما كاينش. قال لك اسيدي حنا غادي يخرجوا لنا الورق. نعم. واش دوك حنا هاد الورق من 2007 واش طلعنا للزحال باش نسنيوهم ونجيبوهم؟ 14 عام عباد الله، واش هذا ماشي المنكر؟ ولهذا
من هذا المنبر كنتحمل المسؤوليه. انا كناشد جميع المسؤولين النزهاء اللي كيخافوا الله واللي كيخدموا الوظيفه ديالهم، اللي الانسان اللي كان في شي وظيفه كيخدمها بمعنى الكلمه، كناشدهم بان تكون هنا تحقيقات في هذا عين الشقف. هنا راه كاين خروقات، حنا دوك في الدرني حنا هما اللي بغاو يمسحوا بينا الجنويه ديالهم، هما داو اللي داو اللي خدموا كيخدموا دوك. لا غادي نكتبوا حنا المجلس الاعلى لا وافق لكم على التعويل. حنا من هذا المنبر، وانا راه كنمثل هاد الناس هنا ديال ولاد معرف، من هذا المنبر هذا. انت منتخب عندهم هنا؟ لا ما منتخب، انا مواطن. نعم كتمثل راسك ولا كتمثل الناس؟ لا الناس، حنا هنا كنديروا واحد اللي كيهضر. نعم تفضل تفضل اسيدي. انا وشي اخوان اخرين غير باش نوضحوا صافي، حنا باش حنا كنطبقوا القانون. نعم ونجوا نهضروا كاملين. نعم حنا كنقولوا من هذا المنبر هذا، حنا ما قابلينش الحلول الترقيعيه، وما قابلينش يجي يحيدك. انت 14 عام هو كيقول لك ما غاديش تحيد، سير صلح دارك، صلحها يقول لك غادي تحيد. وكنطالبوا الجهات المسؤوله باش يدخلوا في هذا المشكل. وراه عندنا واحد الاتفاقيه اللي سنين عليها الاعضاء وسنين عليها جميع الناس المشاركين فيها، وعندنا الشكايات ديالنا اللي درنا، وعندنا جميع الحجج ديالنا. وراه 14 عام هادي راه ما يمكنش اللي دار مع مادي واخا حنا واخا يتوفى كيجي كاين النائب ديالو، ما يمكنش مشي هذا وتقول لي هذاك مشي. راه كاين اخويا الحسابات، راه كنت نائب، جيت شديت على هذا يعطيني يدوز لي شنو كاين، ما نشدش عليك. نعم ولقيت حنا سيدي ولاو حنا هما الضحيه. ولو كان انا اكيد لو كان مشى هذاك الشيء بالمسطره القانونيه كون راه كل شيء استفد، كل شيء خد البقعه ديالو، كل شيء خد التعويض ديالو، وكل شيء ويشيط الخير. بقيت انا نعطيك مثلا، انا براسي كانوا الدراري عندي صغار، عندي 4 دراري، ممنوع تزيد تبني، ممنوع دير هادي، ممنوع دير اي حاجه، يعني السجن. كنطالبوا صاحب الجلاله من هذا المنبر، كنطالبوا صاحب الجلاله والمسؤولين النزهاء باش يدخلوا في هاد القضيه. راه هاد الشيء ما ديال حتى شي واحد، راه اللي في شي بلاصه يا عباد الله راه موظف، راه كيتخلص يخدم الخدمه ديالو. هاد الشيء اللي كنعرفوا، واش هاد الشيء واقع واش هاد الشيء حقيقي ولا مش عارف. راه كاين ما كيبغي يكون الشأن ديالك راك موظف، خدم الخدمه ديالك اسيدي. حنا تفادينا على هاد الشيء هذا، هو اللي ما بغاوش يديروا لنا الحل، ما بغاوش. شكرا الرساله ديالك. انا بلاتي نوريك. لا سيدي باش نعطيو الحط لكل شيء، باش نعطيو كل شيء تحدث. واش كاين شي خبر؟ تحدثتي ما فيه الكفايه، وصلتي الرساله ديالك بطبيعه الحال. شريفه اخر رساله اللي توجهيها، شنو باش كطالبي لنا؟ انا تنقول لهم الله يهديهم ويصلحونا شويه، راه حنا مكرفصين. صافي هادشي اللي قال هاد السيد هذا راه كله كاين. نعم نيشان واش يعوض، واش يريبوا لك بلا تعويض؟ واش ما عندنا شابولا ديال الضو؟ واش ما تيدخلوا لنا شمالين الزبل يديروا اصحاب الانعاش يمشيو للدروب اخرين وحنا تيخليو لهم مكرفصين؟ اجي ودي الله اجي. هادشي لا اله الا الله محمد رسول الله. يجي الرئيس الاول يمشي، يجي الرئيس الثاني يمشي، واحد يرمينا الواحد. وحنا حنا جالسين حنا بوليداتنا ومضيقين. ايوا هادشي بزاف هادشي وليدي. نعم ويديروا معنا حل شويه، وهما ساكنين كيف بغاو، واكلين كيف بغاو، ومبردين في ديورهم، وحنا جالسين مره حنشا مره عقرب مره فار، حتى اللي شاط على الفار تناكلو حنا. هادشي راه حنا مكرفصين، لا اله الا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم. الله يسلمك عليك، السيرسه ديالك وصلت سيدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو ممكن تضيف الباقي الساكنه ديال هذا؟ هذا الجامعه د عين الشقاف ولا الناس المعنيين بالامر ومؤسسه العمران باش يكملوا المشروع اللي انطاه الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله نصره الله في 2007، ولهذا كنطالبوا بصاحب الجلاله فتح تحقيق عاجل. خاص هذا الشيء طول بزاف 15 سنه وحنا كنتسناو هاد الناس يديروا معنا شي حل، ما كاينش. ديما الاجتماعات الاجتماعات الاجتماعات، حتى شي اجتماع ما شنا منه ولو غير 5% ديال التنفيذ في هذا الشيء هذا ما كاينش. ولهذا كنطالبوا صاحب الجلاله فتح تحقيق عاجل في هذه المعضله هذه. والسلام عليكم.